مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض مهارات جديدة وهنعمل وصفات يا رب تنول إعجاب حضراتكم. لكن قبل ما تنطلق صفارة الحكم ونبدأ الشوط الأول، اسمحوا لنا نهني النادي الأهلي بالفوز في ماتش امبارح. يعني كل الأمنيات والتوفيق يا رب للنادي الأهلي، وفرحة دايما لكل الأهلاوية في كل مكان. دلوقتي بقى هنبدأ إن شاء الله حلقتنا، وهنعمل وصفة. بدأنا شوية على الأجواء بدأت تتغير، وأعتقد أجواء الخريف بدأت يعني إيه نحس بيها كده شوية. طبعا تغيير الجو ده مهم للولاد في اللبس، في نزولهم الصبح، في المشروبات اللي بيشربوها، علشان ندعم شوية قوي المناعة في الفترة دي عشان ما يتعبوش، لأن برضو النقلة دي بتبقى شوية على الكبار والصغيرين مهمة. خلينا بقى نتكلم عن ان بدأنا في الأجواء اللي فيها ساعة سنة، وعايزين نعمل أكلات لطيفة وتدي برضو طاقة حلوة. من الوصفات الحلوة القديمة اللي كنا متعودين عليها برضو هي البطاطس المحشية باللحمة المفروم، كنا كتير بنحبها وبتتعمل في العزومات وبتبقى جميلة جدا. النهاردة أنا عايزة أعملها مع حضراتكم كده من الألف للياء، وإن شاء الله تنول إعجاب حضراتكم. يلا نقول بسم الله، نقول الأول المقادير ونتكلم عن الوصفة وإحنا شغالين. عندي البطاطس المحشية بطاطس متوسطة. طبعا البطاطس اللي أختارها للوصفة دي بطاطس طبيخ وليس بطاطس تحمير. وعندي زيت، شوية زيت مش كتير للتشويح. اللي عايز يعملها في الفرن برشة زيت بالبخاخ ويتحط في الفرن وتقلب برضو ماشي، يبقى زيت زيتون، عشان خلينا برضو إيه نخاطب كل الـ الشخصيات وكل اللي بيحب حاجة تبقى بالنسبة له أخف. عندي العصاج اللحمة، طبعا لحمة مفرومة على حسب الرغبة، حسب الكمية اللي انتوا حابينها، يعني ربع كيلو نص كيلو زي ما انتوا عايزين. عندي ملح وفلفل، عندي بصل، وعندي فلفل رومي، عندي مكعب مرق ده اختياري، وكزبرة وقرفة، جزر مبشور، وإذا في بهارات لحمة ممكن تحل محل مكعب المرق ده، ما فيش أي مشكلة خالص، يا إما السبع بهارات يا إما بهارات اللحمة، هي بيزيد عليها شوية حاجات بس في التوابل، لكن بتبقى جميلة جدا جدا مع اللحمة. للصلصة أو للصوص اللي أنا هستخدمه، عندي ثوم مفروم حوالي معلقة كبيرة أو معلقتين على حسب، عصير طماطم تقريبا لتر أو نص لتر برضو على حسب كمية البطاطس اللي هستخدمها، وعندي ملح وفلفل، رشة كمون، رشة جوز الطيب، مكعب مرق. هنعمل جنبها كده حاجات حلوة، لكن خلينا الأول نبدأ نشوف هنعمل إيه في الوصفة دي. أول حاجة طبعا البطاطس بتبقى عندي زي ما حضراتكم شايفينها، بقشرها وبجيب احاول اختار البطاطس اللي يعني شكلها ايه، احجمها قريبه من بعض شويه عشان ما اضطرش اقعد اساوي كتير واشيل من البطاطسايه واعمل لها قاعده والجو ده. فانا زي ما انتم شايفين كده انا مجهزاها في بايركس كده نقدمها فيه. بصوا بقى معانا مدام سعاد. يا صباح الفل، اهلا وسهلا مدام سعاد، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم، اتفضلي. اهلا بيك يا فندم، اتفضلي. انا سامع صوتي بس يا اولاد، انا سامع صوتي بس يا بصوا انا ببدا اقور كده على خفيف. طيب حضرتك حاولي تكلمينا تاني عشان انا عايزه اسمع صوتك يا مدام سعاد. بصوا باخد كده بالراحه بالراحه. الماب اسفه اللي هو معلش، ايوه المقوار. بصوا في جزء مشرشر وجزء ناعم، الجزء المشرشر ده هو اللي بنعمل بيه الفراغ اللي حضراتكم بتشوفوه في النص كده اهو، بس اوسع له شويه وبالراحه بالراحه عشان انا في النهايه مش عايزه ابوظ شكل البطاطساي. حلو، والحشو ما برميهوش، انا هستفيد بيه في الوصفه دي، ممكن اقدمها مع حاجات وتتحط كقاعده زي ما انا بجمع هنا كده زي حضراتكم شايفين، بوريكم كده شويه شويه اهو هنا، حبة حبة، شوية صغيرين شوية صغيرين كده، وهنا كمان بوسع بس هنا في المدخل على خفيف اهو، على خفيف خلاص اهو اهي، شايفينها ازاي؟ زي ما انتوا شايفين كده خلاص، منظف بس كده في الاخر تبقى تمام. طيب نشوف كده هتقعد ولا مش هتقعد.
على خفيف جدا. تقدروا تختاروا البطاطس الصغيره. تعالوا نشوف كده لو ليها قاعده بسيطه. هي ليها قاعده على فكره، ولو ملهاش بصوا اسويها كده بس بحيث ان هي ايه اما اجي اوقفها تقف خلاص دي. وبعدين انا هنا بسخن شويه زيت تشويحه خفيفه قوي، مش محتاجه يعني ايه ان انا اعمل فيها حاجه. معانا مدام سعاد رجعت تاني، اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيبه. وانتي طيبه يا حبيبتي، ربنا يبارك لك يا حبيبتي ويكرمك يا بنتي. امين. ما يحرمك يا رب. امين يا رب العالمين. تسلمي يا ربنا يخليكي. انا بشكرك جدا على الملبس، انت عاملاه جميل ويسلم ايدك بجد والله. عشان عملته بطريقته جميله. الف هنا الف هنا وتسلم ايد حضرتك. ربنا يبارك لك. حبيبتي وعايزه بس ابعت. اتفضلي انا سامعه حضرتك، اتفضلي. مدام سعاد الصوت بيروح وبيجي، يا ريت حضرتك تحاولي تكلميني تاني، الصوت فيه حاجه. طبعا اسعدني سماع صوت حضرتك وميرسي على الدعوه الحلوه دي بجد والله، شكرا ليكي جدا. ربنا يديم على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين الصحه والعافيه يا رب. هبدا بقى هنا اخد بقى، انا بسخن الزيت شويه شويه صغيرين، اما بقى ان انا هشوحها على شويه زيت صغيرين يعني اكثر بس حته انها نيه وناشفه قوي كده، خفيف كده، او ان انا ارشها بالزيت وادخلها فين الفرن على صاج عليه ورق زبده او صاج ما بيلزقش كويس يعني يبقى كويس كده وجميل، واديها رشه كده وفي الفرن تاخد برده كده، وبعدين ابدا اطلعها عشان اشتغل فيها تبقى عامله زي دي بالظبط. بصوا كده وهوريها برده لحضراتكم اهي نفس الفكره في دي اهي، يعني يا دوب بس ايه نكسر عشان لما تدخل الفرن ما تاخدش وقت كتير في التسويه اهي. بصوا زي دي كده، كل دي تاخد بس لون وتبقى خفيفه ما فيهاش نسبه زيوت كتير عشان انا عايزه استفيد منها. انا طبعا عايزه اخد التشويحه الحلوه بتاعت البطاطس دي اللي هو قلب البطاطس بقى. هعمل ايه؟ اولا انا هبدا في العصاج هنا جنب حضراتكم لحد ما الزيت يسخن شويه، فهاخد كده شويه من الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقول لكم البطاطس المحشيه دي من اقدم الاكلات اللي كانت بتتقدم من قديم الأزل لحد دلوقتي في مختلف فعلا أنحاء الوطن العربي، بس هي أصلا أكلة عثمانية. طلبوا اللي كانوا بيعملوها زمان كانوا هم رباط البيوت الأتراك، وكانوا بالبطاطس أو بالكوسة أو الفلفل المحشي إن شاء الله هنعمل بيه حاجات حلوة، وكمان كانوا ساعات بيحشوها بالرز. تعالوا بقى كده ناخد تشويحة للبصل. البصل في الحاجات اللي زي دي محشيه يعني اللي بيحب يحس طعمه بخليه كده متقطع، لكن يعني فيه شويه روح يعني باين شويه وليس ناعم قوي. اللي ما بيحبش انه يحس البصل في الاكل يبقى حضراتكم هتضربوه كويس قوي في الكب او تبشروه. رشه كده من الملح ورشه من الفلفل عشان نطعم بس البصلايه بتاعتنا كده. واضعف هنا الايه الحرارة ونبدأ بقى نشوح كده تشويحة للبصلاية دي. احنا كده بقى بص على الزيت. ممكن نحط البطاطسية دلوقتي. طبعا لما اجي بقى اعمل البطاطس مهم قوي ان انا نشفها من المية عشان ما تطرطش في الزيت وما تضايقكوش وما تبقاش ايه. هنزلها بقى هنا بسم الله كده شوية وهقلبها علشان اهو زي ما حضراتكم شايفين كده تاخد بس تشويحه كده. وهنا البصل اهو بعمل العصاج بتاعه، ممكن بقى اعمل جنبها شويه رز حلوين. تعالوا بقى نتكلم على البطاطس دي، مفيده جدا، الولاد بيحبوها قوي بالذات في الشتاء لان هي فيها نسبه عاليه جدا من البوتاسيوم وبتنظم تخيلوا يعني كم السوائل في الجسم بشكل كويس وبتقلل من ارتفاع ضغط الدم. فيها فيتامين سي كمان بيقوي الاوعيه الدمويه بشكل كويس وبتحسن صحه الجلد، وهي مفيده كمان لماسكات البشره عشان الهالات السوداء والبياض بتفتح. بصوا بقى بقلبها بس كده ايه اكثر
اهو زي ما حضراتكم شايفين. خلاص وهنا بشوح البصلايه كده، وبعدين هبدا اضيف عليها الثوم. بسم الله الرحمن الرحيم، معلقه كده من الثوم المفروم اهو كده. توابل بقى مع البصل هنا في الاول بتبقى جميله، وهضيف تاني مع اللحمه اول ما تتحط بس عشان طعم البصله يبقى حلو جوه الايه الوصفه بتاعتي. وهحط كده ممكن مكعب مرق، وده اختياري، عايزين تحطوا مكانه مكعب خضار ماشي، عايزين اللي يريح حضراتكم. بصوا بقى انا ايه، خلاص كده مش محتاجه يعني كميه زيت كبيره ولا حاجه، وهحط بقى مكانها خلاص، هجيبها هنا لحد ما نخلص الايه البصل. خليني اقفلها اهو. هنزل بقى اللحم، بسم الله، نسبة كده من اللحمة، وخلينا ايه نقلب مع البصل والثوم. هنبدأ نضيف معاها الفلفل، الفلفل الأخضر ده جميل بيدي طعم حلو قوي. معانا أم إسلام حبيبتي، يا أهلا وسهلا. أهلا بهارات اللحمة. ازيك؟ أهلا يا روح قلبي، صباح الفل. صباح الهنا يا حبيبتي. عاملة إيه يا روح قلبي؟ أحساني والله، مش قادرة أقول لك قد إيه. سلامة عمرك، إيه كل التعب ده بقى؟ معلش والله هعمل إيه؟ ألف بعد الشر عليك يا حبيبتي. كل اللي يجيبه ربنا كويس الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي، ربنا يديم عليكي الصحة. يعني لازم أكلمك ولازم أطمن عليكي. ده شرف ليا والله. يخليكي، ربنا يخليكي. تسلم إيدك على كل حاجة. حبيبتي. وعايزة أقول لك إن الأكلة اللي بتعمليها دي مفضلة عندي في كل عزومة بعملها. يا روح قلبي دايما عامر، دايما عامر. ربنا يخليكي، يعني دي أساسي البطاطس المحشية دي. يا روح قلبي صحة وهنا. تقيلة قوي وحلوة قوي. وانا اتعلمت منك فيها برضو تكات حلوه قوي حبيبتي. ربنا يسعد قلبك، ده شرف ليا والله يا ام اسلام. ربنا يخليكي. وعايزه اقول للاهلي مبروك حبيبتي، واقول لقناه الاهلي مبروك. الله يبارك في عمرك حبيبتي. يا حبيبتي، وسلامي لكل كرو البرنامج. يا يوصل يا روحي، والف سلامة عليك. الله يسلمك يا ان شاء الله المره الجايه تبقي زي الفل وشافيه معافيه باذن الله. هواتك يا حبيبتي، ربنا يشفيكي ويعافيكي يا رب. ليك يا حبيبتي ما تحرمش منك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حبيبتي يا ام اسلام. شكرا ليكي حبيبه قلبي، وبشكر مدام ثريا كتير، وشكرا على تهنئه حضرتك وكل اخواتنا وام جوزيف على اخواتنا المسيحيين اللي يعني هنونا بمناسبه المولد النبوي الشريف. كل سنه وانتم طيبين وتسلموا كلكم ذوق والله، شكرا جزيلا. بصوا بقى هنحط بقى شويه البهارات اللحم. انا حطيت هنا باقي لي بس رشه بسيطه من الكمون، احط رشه ملح وفلفل. خلاص ما تنسوش ان انا حاطه مكعب مرق بس كده خفيف، ومش هحط ملح كتير عشان انا حاطه مكعب مرق. هنقلب بقى الخلطة الحلوة دي، وهسيبها كده بقى في جنب اهي، المفروض بقى سيبها تبرد. اخر حاجة هضيفها هي جوزة الطيب، رشة بسيطة. خلاص كده، ونسيبها بقى في جنب لحد ما ايه تبرد، المفروض نبردها. بسم الله. طيب هاجي بقى هنا اقلل بقى النار دي خالص. نيجي بقى هنشيل بقى كده الحاجات دي، ونبدا بقى نحشي البطاطس الحلوه دي. انا عندي الاول هنا حله، خليني اديها تشويحه حلوه بالبطاطس اللي انا ايه شويه البطاطس الحلوين دول، هقول لكم انا هعمل فيهم ايه. هاخد كده نقطه زيت واحده بس خفيفه، لان انا هحطهم ارضيه في البايركس بتاعي اهم شويه كده. اللي عايز يضيفها مع الخلطه ماشي، بس هي كاكله مع الرز والسلطه
هتبقى جميلة جدا. تعالوا بقى هاخد رشة كده من توابل اللحم عادي جدا وملح وفلفل، وتعالوا نقلب تقليبة حلوة. كده هنا عايزين نعمل الصلصة، البطاطس دي يبقى طعمها روعة. خلينا ناخد كده ايه الحلة الصغيرة دي نعمل فيها شوية الصلصة، عشان الصلصة دي انا شايلة لها فص الثوم، صلصة الطماطم. هناخد كده معلقة زيت برضو، وهشوح فيها فص الثوم اللي احنا حاطينه. بسم الله، عشان نعمل الصلصة كده ومع البهارات. انا بقسم هي نسبة البهارات واحدة، ما عملتش حاجة، كل الفكرة انا باخد منها شوية شوية بطعم كل حاجة بعمل. وطبعا مكعب الملح، وبعدين هنقلب تقليبة حلوة وننزل بشوية الطماطم. بسم الله كده، زي ما حضراتكم شايفين هنا خلاص البطاطس تمام. بصوا هنحشي بقى البطاطس الحلوه دي ونحط ده راق كده تحت في البايركس، وهوريكم هنعمل ايه. خلينا نحط شويه بس صوص الطماطم خلاص، ورشه الملح والفلفل. وهنا انا خلاص هاخد بقى بايركس كده. بسم الله، وهنعمل هنا. تعالوا بقى ناخد كده شويه البطاطس دول هننيمهم هنا، وناخد تليفون معانا ورده من الشرقيه. يا اهلا يا ورده. السلام عليكم. وعليكم السلام مدام ورده، ايه الاسم الحلو ده؟ ازيك يا حبيبتي؟ اهلا بحضرتك، ازيك يا روح قلبي؟ تاني يا شيف عظيمه. الله يسعد قلبك يا حبيبه قلبي. انا بتصل، انا نفسي اكلمك كل يوم والله يا حبيبتي. يا ده شيء يعني يشرفني ويسعدني يا حبيبه قلبي. الله يخليكي يا حبيبتي، منوره الدنيا كلها يا حبيبتي والله. الله يسعد قلبك يا رب، ما تحرمش منك ولا من ذوقك. الله يخليكي يا حبيبتي، تسلميني. منوره قناه الاهلي، وربنا يبارك لك يا حبيبتي يا رب. امين يا رب لينا وليكوا حبيبه قلبي. الله، كل سنه وانت طيبه بالمولد النبوي الشريف. وانت طيبه صحة وعافية حبيبتي. يا رب يعودها علينا بخير ان شاء الله. امين على يا رب كلها يا حبيبتي يا رب. امين يا رب العالمين يا حبيبه قلبي مدام ورده، تسلميلي. مالكيش اي طلب يا مدام ورده؟ منوره يا حبيبتي، منوره. تسلمي، الله يسعد قلبك. نسلم عليكي بس. الله يسلم عمرك حبيبتي من كل شر. الله يخليكي. شكرا لحضرتك في حفظ الشرف ليا. اتفضلي يا فندم. بصوا بقى البطاطس الحلوة دي. ماشي يا حبايب قلبي، أنا بس لقيت المعلقة إيه مش هتسعفني، عشان كده أنا حبيت أبرد الخليط، عملنا خليط تاني يبقى بارد عشان نقدر نحشيها بشكل حلو. ممكن تقعد كده وتبقى جميلة برضو، يعني قعدوها براحتكم زي ما أنتوا عايزين، مفيش مشكلة خالص. أهو مش هتقول لأ يعني. وعملت الخليط اللي تحت ده ايه يا حبايبي؟ ده دلوقتي انا ممكن احشي دول كده عقبال ما الصوص الصلصه كده تتصلصل معايا، وعقبال ما اخلص الحشو هنتظر حضراتكم في استراحه بسيطه، ترجعوا لي ان شاء الله بالسلامه نستكمل الوصفه مع بعض، ندخلها الفرن ونشوف هنعمل ايه تاني في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره تانية. دلوقتي بقى احنا قفلنا اهو، حطينا قاعده من الحشو بتاع البطاطس نفسها اللي احنا قورناها وحشيناها قدام حضراتكم اهي، وقعدناها بالشكل الجميل ده، وبنعمل الصوص اهو على جنب ان شاء الله يكون تمام باذن الله. البطاطس طبعا بعد ما هنحط عليها الصوص ده، حتى البطاطس اللي تحت هتستوي بشكل جميل ويبقى ليها طعم حلو. احنا بعد ما شوحناها واديناها من توابل اللحمه اللي حضراتكم شفتونا بنحطها، طبعا انا بجهز هنا الفرن. بسم الله، خليني كده اخد من الصوص ده كويس قوي. بسم الله، تعالوا بقى نحط هنا. بسم الله،
كده. نشرب الاول البطاطس من فوق، مهم قوي الموضوع ده. خلاص، في ناس بتحب تحط لها جبنه، يعني احنا في الفصل مخرجنا استاذ ابراهيم بيقول لي احنا ممكن نحط جبنه، قلت له انا ما عنديش مشكله، بس انا شخصيا يعني انا بالذات في البطاطس دي بحبها بالطريقه التقليديه بتاعت زمان. الجبنه ممكن تتحط بس مش في المرحله دي، حضراتكم هتدخلوها الفرن، وقبل ما تخرج من الفرن حطوا الجبنه وبعدين تسيح عليها فتطلع بالجبنه، ما فيش مشكله. لكن انا لو حطيت الجبنه من دلوقتي هتدي الجبنه هتاخد لون اسرع، وهتبقى ايه مش الشكل الحلو، مش الاحسن حاجه يعني. معلش انا بعمل كده عشان يبقى اللي تحت فيه صوص، اللي عايز ياخد بالمعلقه على الرز وياكل. واحنا دلوقتي هنعمل صنف رز كده لطيف اهو، تعالوا بقى ندخلها الفرن كده مع بعض. بسم الله، فرن حراره 180 عادي جدا على الشبكه في النص. بصوا ما شاء الله بايركس جميل يتكلم عن نفسه. نعمل بقى الرز بتاعنا. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله اهي، بسم الله. شايفين ازاي كده، ونقفل ونسيبها شويه لحد ما الصلصه دي تتصلصل شويه بس مع شويه البطاطس اللي موجودين تحت في قاع الايه، لان كل حاجه مستويه. انا هنا سخنت الحل قوي، خليني ابعدها ابردها شويه. انا هبدا اقول مقادير الرز. تعالوا ننزل الرز النهارده، اعمله مش حبه وحبه، هعمل رز بلسان عصفور. يلا نتكلم مدام زوزو الاول. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتك. يا شيف عظيم، عاملة إيه؟ أهلا بيكي، ألف سلامة. تسلم يا حبيبتي، الله وحشاني، عاملة إيه؟ الله يخليكي مدام زوزو، أنا بخير الحمد لله. جميلة خالص البطاطس. يا حبيبتي الله يخليكي، شهادة على راسي. كل حاجتك جميلة بصراحة. الله يخليكي يا فندم، والله شهادة على راسي، شهادتكم بالذات. تسلمي يا حبيبتي. تسلمي مدام زوزو. عايزين بقى حبة، عايزين حبة بهارات بقى في البيت جميلة كده. من عيني، اعمل لك حلقة خاصة بالبهارات كلها. عايزة بهارات ايه وايه؟ يعني عايزة سمك. عايزة السمك، وعايزة البهارات بتاعت المحشي. حاضر. عايزة الحاجات دي عشان وفراخ ولحمة. من عيني. حاضر. من عيني. تسلمي. من عيني، عشان خاطر حضرتك ان شاء الله الاسبوع اللي بعد الجاي اعمل لك حلقة مميزة بهارات بس. حبيبتي. من عيني يا مدام زوزو، شرفتينا ونورتينا. تسلمي. تسلمي يا حبيبتي. شرفتينا. الله يخليك يا فندم، شكرا ليكي والله، ده من يعني قلب حضرتك الطيب، ويعني من اخلاقكم بجد واصلكم، شكرا جزيلا. كتبتي يا نودي، عندنا حلقه بهارات مطلوب. تمام، هننزل دلوقتي مقادير الرز، هنعمله باللسان عصفور. هنفترض يعني ما عنديش شعريه، او انا ممكن اعمله باللسان عصفور. ينفع اعمله باللسان عصفور، يعني مش هيقول لا، وبيبقى طعمه جميل على فكره جدا. تعالوا كده نقول ايه مقادير الرز، بسيطه جدا. طبعا زيت وزبده او زيت وسمنه على حسب ما حضراتكم متعودين في المقادير بتاعتكم. وعندي 3 كوبايات رز، عندي ملح، وعندي ميه. كل كوبايه رز مصري، انا مش غسلاه عشان ده نوعه كويس، فانا هستخدم لكل كوبايه رز كوبايه ميه سخنه مغليه او مرق. لو في عند حضراتكم مرق دجاج او لحم متصفي مفيش مشكله، هيبقى طعمه احلى بكتير كمان. مع البطاطس دي بتبقى بصراحه يعني اكله حلوه، وطبق سلطه حلو كده بالجرجير، وحطوا بقى البقدونس والجرجير والفجل والحاجات الجميله بتاعتنا دي، هتتبسطوا بيها قوي. تعالوا نقول بسم الله. انا هنا هاخد الاول الزيت. الزيت بالنسبه لي مهم قوي، مهم قوي عشان احصل على شويه رز برده مفلفلين. واول ما ببدا في الرز بروح مسخنه الكاتل جنبي كده عشان اخد ميه سخنه، بطعم بال زي ما حضراتكم شايفين كده بالزبده، معلقه زبده كده. بسم الله. وهاخد شويه كده من اللسان عصفور. هنحمرهم ونعمل شويه رز معاهم حلوين بس كده اهو، تقريبه حلوه. في ناس بتحب تنكه الرز، تحط له فصين حبهان، ورقه لورا، مفيش مشكله، مفيش مشكله، وبيطلع جميل جدا جدا الحقيقه، وخصوصا مع الاطعمه اللي هي ايه بيبقى فيها شويه بهارات مبهره. نقلب تقريبه حلوه كده لحد ما يبقى لونه اللون الحلو اللي احنا متعودين عليه. انا هزود النار بقى شويه عشان انا كنت خايفه الزبده تتحرق، لكن كده تمام. اللي عايز يحط مع الزيت معلقه سمنه بلدي هتبقى احلى واحلى كمان.
ممكن فصين مستكه ندوبهم في الماده الدهنيه دي، ده طعم جميل. كان الاول الناس اول ما بدات خالص معظم الناس ما كانتش تتخيل ان ممكن اكون بعرف اطبخ اصلا او اسلق بيضه. فافتكر اول قناه نزلت فيها مش هنسى صاحبها كان قاعد قدامي بيقول لي عظيمه انت هتطلعي هوا. قلت له ايوه يا دكتور. قال لي انت تعرفي تعملي اي حاجه؟ قلت له يعني اهو ربنا يسهل. تعرفي تسلقي بيض؟ طيب. قلت له اي حاجه، انا هعمل حاجه بسيطه ما تخافش، حاجه بعرف اعملها يعني. فما كانش مصدق، قال لي والله انا يعني مش مصدق لان شكلك ما يديش خالص ان انت تعرفي تعملي اي حاجه، بس الحمد لله. فهي الفكره كلها زي ما بقول لحضراتكم، في حاجات كده ساعات الواحد ايه بيبقى كل عيله ليها كده حاجات بتحبها، بتبقى ليها طعم معين كده، مذاق مختلف. يعني نروح عند عمته الاقي عمته بتعمل حاجه ليها طعم مختلف، اروح عند مثلا خالي او خلاني او تلاقوا كده كل حد، مامتي ليها، كل واحد ليه طابع. بس كله سبحان الله كل حاجه من دول انا ينطبع في ذاكرتي اكل عمتي الحلو او اكل خالتي او اكل مثلا جدتي. او ليه؟ لانه كل واحد ليه نفس فعلا. لسه المخرج اهو بيقول لي فعلا هو ده النفس حقيقي، وكلهم بيبقوا حلوين حقيقي فعلا، كل واحد مميز على الرغم ان ممكن تبقى نفس المكونات ونفس الحاجات، لكن سبحان الله كل واحد ليه نفس مختلف. فربنا يحسن دائما ما بين ايديكم يا فندم. بصوا بقى، اللسان عصفور برضو ليه فوائد حلوه، عايزه اقول لكم في نسبه بروتين حلوه وبرضو بيمد الجسم بالطاقه، وفي نسبه عاليه من الحديد ومهم جدا للانيميا. نعمل منه شوربه، نعمل منه طواجن، وفي سعرات حراريه عاليه. بس جميل يعني، لسان عصفور ده من الحاجات الثابته معانا في حاجات كتير جدا. عايزين نقلب، هنبدا بقى ندخل على الاجواء الشتويه ونعمل بقى حاجات حلوه ان شاء الله، ويعني اكلات في الطهي نعملها بطرق صحيه، ولكن هتبقى كانكم بتاكلوا مسبك بس هي صحيه ان شاء الله، هتاكلوها وتبقوا مبسوطين بيها. بص بس بصه كده، زود هنا شويه، تمام زودت بس شويه عشان تاخد اللون الحلو. وهنا بصوا بدا اللسان عصفور ياخد اللون ده. اصلا لسان عصفور ده بيتعمل كمان طاجن جميل قوي باللحمه المفرومه، ده بقى اللي ينفع عليه يا استاذ ابراهيم الجبنه الموتزاريلا اللي انت بتقول عليها، بيطلع طاجن رائع. ماشي حبايبي، بصوا النهارده كمان هنعمل صنف حلو. احنا في الاجواء الشتويه بنميل قوي للبطاطا والقرع والمشويات والحاجات اللي في الفرن اللي تدي دفء كده، والكيكات. الكيكس مهمه جدا، مهمه قوي في الفطار جنب الشاي، في العشاء. في ولاد بيحبوا ياخدوها مكان ما يشتروا حلويات او سويتس من بره، اخد قطعه كيك. يا سلام بقى لو الكيك ده كمان كان من الحاجات الصحيه او الحاجات كمان المفيده. النهارده هنعمل كيك بالتمر او بالعجوه. هفترض عندكم تمر من رمضان او البلح ناشف عندكم باقي من رمضان، هنعمل بيه الكيك ده يعني هتستمتعوا بيها. تعالوا كده بس الاول نحط البصل، وانا واصل اللي معايا للون ده اهو. هاخد كده بقى شويه الرز الحلوين دول، بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلت لحضراتكم نكهوا الرز بتاعكم، فصين حبهان، فصين مستكه، ورقه لورا، مرق لو عندكم دجاج او لحوم. عايزين يبقى منزوع الدسم بيتوه ليله في الثلاجه عشان الدسم يتكون ويجمد على الوش، فتقدروا انكم تتحكموا فيه وتشيلوه. بصوا كده بسم الله الرحمن الرحيم، لازم احمص كده شويه حلوين الرز زي ما حضراتكم شايفين كده، شويه ياخد بس ايه الرز ياخد من طعم الزبده مع لسان عصفور. وبعدين طبعا هجهز جنبي الملح، بسم الله. لو حضراتكم هتسقوا بمرق، المرق ده فيه نسبه ملح، يبقى خلاص تمام مش محتاجين حاجه. عموما حتى لو الرز الملح فيه اقل من الوجبه اللي احنا هناكلها او من الخضار، ففي بالانس بيحصل وفي كده نوع من انواع الايه التعادل والموازنه بيحصل لما بنحط ده على ده. بصوا كده تحميسه حلوه عشان يطلع معايا مفلفل وجميل. وبعدين هاخد الميه السخنه، وفي الحاله دي انا هنقل على العين اللي جوه عشان هي اصغر شويه، وههدي النار عشان هنقله على طول لان هو هنا هيفور معايا جامد عشان الميه كمان سخنه قوي. هرفع بس كده سمي الله، بسم الله. لازم تبقى الميه سخنه عشان ما يعجنش، ولو حضراتكم هتزودوا في اي مرق في اي حاجه يبقى الميه لازم تبقى ميه سخنه. ليه؟ علشان
ما يوقفش التسوية بتاعت الحاجة، ولو في اللحوم والفراخ بيخلي اللحمة تشد، فخلوا بالكم من النقطة دي. بصوا كده شوية رز بقى جميل، أول ما بدأ يغلي خلاص بهدي النار أهو، بسم الله، خلاص نغطي بقى عليه ونسيبه بقى يتشرب. مش هعمل أي حاجة خالص غير إني هنستسمح حضراتكم في استراحة صغيرة، هنرجع بعد الاستراحة نعمل الكيك بطريقة سهلة، وهنتكلم على التمر اللي موجود وأنواعه، ونقدر يعني نخليه لو ناشف طري إزاي بعد الاستراحة في انتظار حضراتكم. ودلوقتي نعمل كيك جميل بالتمر. تعالوا نتفق، لو احنا التمر اللي عندنا كان بلح إبريمي اللي هو الناشف، اي بلح موجود، او لو عجوة، او مثلا بلح لكن البلح هقول لكم عشان ممكن اتسال السؤال ده، البلح الرطب ما يفضلش، لانه هيبقى في نسبه سكر عاليه جدا، في نسبه سوائل، في نسبه ميه برده، فهيلسع الكيك وهتلاقوه مدي طعم مش هو اللي هيناسب حضراتكم. وكمان الكميه بتاعه الكيك دي مش هيناسبها، الكميه نفسها هتبقى مقابله ليه من البلح الرطب. فخلينا نتكلم عن العجوه او البلح الابريمي او اي نوع عند حضراتكم من العجوه اللي انتم بتحبوه. سواء بصوا انا مثلا لقيت عندي العجوه المفرومه اللي احنا بنحشي بيها البسكوتات، هتقول لا، بالعكس هتبقى جميله جدا جدا. انا هعمل ايه في العجوه دي؟ اول حاجه باخدها كده احطها هنا في اي حاجه في كاسرول، هنقول المقادير مع بعض. عندي كوبايه من التمر متقطع، سواء هو متقطع او حضراتكم حابينه متقطع ماشي، حابينه حتى انصاف ماشي، حابينه زي ما انا عاملاه كده بيوريه ماشي. كوبايه ميه دافيه، نص معلقه صغيره بيكربونات الصودا، معلقه ونص صغيره من الحبهان المطحون، بتدي طعم حلو ما تخافوش، هتخلي طعم الكيك. نص معلقه زعفران، عاملاه كيك صحي يعني جميل. لازم حطيت فيه نسبه الزبده قليله، ما حبيتهاش كتير. واللي عايز يشيل الزبده ويحط زيت ماشي، عايز يحط انواع زيوت تكون صحيه برده ماشي. طيب عندي 3 كوبايات ونص من الدقيق، عندي 3 معالق صغيرين بيكنج باودر عشان الكيك دي تطلع جميل، يعني غالبا هياخد ايه كيس بيكنج باودر. طيب هاخد كده كوبايه الميه، انا بس عشان انجز في الوقت اسمحوا لي هاخد كوبايه الميه تبقى ميه سخنه. بسم الله، اهي شايفين حضراتكم، هسيب الخليط ده على النار كده جنبي هيبدا يغلي. شايفين ازاي؟ عشان انا ايه بحاول اعجل بالسرعه بان هو يبقى على طول يطرى معايا. وهروح عند الخلاط، عند الخلاط اخد بقى الخليط بتاع الكيك، هعمل كيك عادي جدا ما فيهوش اي حاجه. خلاص هاخد البيض الاول ونسبه السكر، وتقدروا نسبه السكر تستخدموا سكر بني او تقللوا نسبه السكر، لان التمر او العجوه فيه نسبه سكر كويسه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، ها كده. طبعا احنا بدانا ندخل في الشتاء، فالبيض الحمد لله مش هيبقى يعني ايه خايفين منه زي الاول، بس اهو اطمئنانا. وهناخد شويه السكر، هناخد نص كوبايه بس. طبعا السكر ده اختياري زي ما حضراتكم تحبوا. هاخد الفانيليا، واسمحوا لي ايه خلي هنا الزبده جنبي، ادي الفانيليا. نضرب بس الخليط ده الاول مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، ننزل كده من اول بيضتين لحد 3 أو 4 بيضات، الخليط ده يستوعب لحد 4 بيضات بس. انا بوريكم ان البيضتين هيبقى ناجح وجميل. هبدا هنا اخد الزبده برضو هحطها معاهم اهي، خلاص، ويبقى ممكن مكانها زيت. هنا بقى هشوف البيكربونات الصودا، هي دي، بصوا بقى هحطها هنا على الخليط اهي، هيفور كده شايفين ازاي، يقوم يطري البلح لو ناشف، هيطري البلح. بصوا بقى الخليط بقى عامل ازاي اهو، فارط زي ما حضراتكم شايفين كده. نبص بصه هنا على الرز، بصوا الرز اتشرب وبقى جميل برضو ازاي،
عشان نغرفه مع بعض. بصوا هسيبها تبرد شويه، الخليط ده لازم اقلبه كده واسيبه شويه. انا كده كده احطه في الخلاط فوق الخليط ده، هوريه لحضراتكم دلوقتي. مش عايزه احطه سخن قوي، لكن ايه ممكن نحط شويه شويه منه. هسيبه بس يبرد شويه كده عقبال ما احط على المكونات بتاعتي. شايفين الرز؟ هوريه لكم كده بشوكه سريعه حضراتكم تبقوا شفتوه. بسم الله اهو شايفين، ادي الرز معانا. مين معانا؟ ريحانة. هو ايه الاسماء الجميلة دي اللي ربنا رزقني بيها النهاردة؟ اهلا وسهلا. الو، صباح الخير. ايه الاسماء الجميلة دي ما شاء الله؟ تسلمي لي. اتفضلي حبيبه قلبي. تسلم ايديك على الحاجات الجميله دي. الله يسعد قلبك حبيبتي، اهلا وسهلا بيكي. حلوه قوي فكره الكيك اللي بالبلح دي، واحنا في موسم البلح دلوقتي. والله ان شاء الله تجربيها وتقولي لي انها عجبتك باذن الله. ان شاء الله نجرب كل وصفاتك، انت شيف بصراحه يعني جميله. الله يسعدك حبيبتي، اسلمي لي كل ذوق. بس عايزه اسال حضرتك سؤال بس، هو احنا ممكن نغلي الميه المعدنيه؟ هي مش محتاجه ميه تتغلي، ميه معدنيه انت عارفه عشان الحاجات اللي طالعه. انا عارفه، بس هو المفترض ان احنا نغلي الميه اللي من الحنفيه لو انا ما عنديش فلتر وتتعقم وتهدى، هو ده التعقيم. لكن المعدنيه اوريدي متعقمه يعني متقفله خلاص تمام. ايوه لكن الميه العاديه اللي من بره هي دي اللي بنعقمها. يعني لو ما عنديش فلتر انا هاخد الميه من الحنفيه في الكتل اغليه، وعشان كده بسيبه يهدى، مش لازم تحطيه مولع. لو هستخدمه في الطهي هسيبه لما يهدى، وهستخدم الكاتل دي هي اللي هتبقى الوسيله بتاعتي للتعقيم حتى اثناء الطهي. اشكرك. العفو حبيبتي، العفو، ربنا يا رب يعني يسترها جميعا علينا وعلى اولادنا وعليكم جميعا. على جميع اولادنا يا رب. تسلمي، امين يا رب. شكرا لحضرتك جدا، شكرا. فعلا هو طبعا دلوقتي الكاتل، كان زمان ما فيش الكاتل، كان زمان فيه البرادات. انا بحط تاتش زعفران، بصوا للقيمه، حطيت هنا البيكنج باودر، حطيت الحبهان، رشه بسيطه من القرفه، ودي اختياري لو حضراتكم مش عايزين وما تستغربوش من اللي هعمله دلوقتي، رشه جوز الطيب. عايزه اقول لكم بس بسيطه جدا، وبعدين رشه الملح او ذره الملح، وهحط شويه لوز عندي، او لو عند حضراتكم جوز اللي هو العين الجمل يعني هيبقى اجمل واجمل. هقلب المكونات الجافه دي كده مع بعض خلاص، وهبدا اخد الخليط اللي انا عملته هنا وسبته يهدى ويبرد عشان ما يبقاش سخن على الخلاط، واطلع البطاطس دي مع حضراتكم. خلاص كده وصلت للمرحله الجميله اللي الواحد يحب ياكلها فيها فعلا يعني، ونقدم الرز معانا كمان. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده، بسم الله بسم الله اهي. هنقفل هنا، هقفل بس الكيك معاكم عشان، وبعدين نقفل الرز. بصوا جميله ازاي. تعالوا بقى ناخد كده الخليط اللي انا عملته هنا واللي طري وبدا يبرد، اللي فيه خليط الايه التمر ده. بسم الله اضربه بس ضربه خفيفه كده في الخلاط مع الخليط اللي احنا حطيناه من البيض والسكر والزبده. ماشي الكلام اهو، ايا كان النوع اللي احنا عايزين نعمله. بس انا حبيت الفت نظر حضراتكم عشان ما تعملوش بالبلح الايه الرطب، لا بصوا بقى. ماشي حبيبتي، ناخد كده القالب بتاعنا. انا طبعا عايزه ادهنه، هدهنه بشويه زيت، وممكن تعفروه بشويه دقيق او بزبده وشويه دقيق اللي متوفر عند حضراتكم. الاثنين هينفعوا وهيبقى كيك جميل. طب لو انا ما عنديش القالب اللي هو ده، اعملوا في اي قالب يناسبكم. عايزين تحطوا ورقه زبده، حطوا ورق زبده هيبقى احلى، وندهنه بالزبده والدقيق هيبقى جميل جدا. انا دايما بحب ادهن حتى فوق عشان لو الكيك علي يبقى ايه في مساحه ان انا اقدر يعني يبقى كله مدهون. ده طبعا التمر ده مفيد جدا، مفيد للاطفال، مفيد للكبار، مفيد للسيدات الحوامل، ذكر كتير في القرآن الكريم، ويعني من أجمل السور كمان عندنا سورة مريم. تعالوا بقى كده نحط بقى الأول، هبدأ أخلط الخليط ده الدقيق عليه الخليط اللي احنا ضربناه. شفتوا أسهل من كده مفيش. هنحط هنا الدقيق
بعد ما خلطنا عليه الحبهان والحاجات الحلوة دي والزعفران ورشة القرفة وشوية اللوز الجمال دول، هاخد بقى نصب الخليط الجميل من التمر. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبدأ نقلبه بالسباتولا شوية شوية اهو. ادي الخليط. عايز اقول لكم 4 حبات من التمر ده بتدي الجسم تقريبا 15% من البوتاسيوم والمغنيسيوم اللي محتاجه على جسمنا على مدار اليوم. عايز اقول لكم مفيد للعظم جدا، وفي نسبة مضادات اكسدة بتحمي الجسم من الاصابة بمرض السكري ومن الزهايمر، يحسن من الذاكرة جدا، مفيد للاولاد اللي عندهم انيميا. عايزه اقول لكم التمر ده اتذكر كتير في القران، يعني ارجو ان انا ما اكونش غلطانه، لكن تقريبا يعني يمكن يكون 20 مره مثلا، مش عارف 20 مره اه، في سوره الكهف والانعام، سوره طه وسوره المؤمنون وفي مريم، يعني في اكتر من سوره يا رب اكون، في سوره البقره طبعا. بصوا كده، بصوا هنقلب بقى الخليط كده. اللي عايز يخف الخليط ده مثلا بشويه ميه سخنه، او يعني ممكن اضيف كده شويه ميه سخنه صغيرين. لا 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 خالص، بالعكس، هو او شويه ميه سخنه. انا حاطه نسبه الميه اللي مع التمر عشان يسيح على طول على النار. تقدروا تحطوا كوبايه الميه دي لحد 2 كوباية ميه على نفس الكميه بتاعه التمر، من 1 إلى 2.5 كوب تستوعب. بس كده هناخد بقى الكيك ده ونحطه في القالب. بسم الله. ده ههز بس كده عشان نخرج لو في هواء ونظبطها. الفرن من اول ما اكون بدات فيه اكون بدات ان انا اسخن الفرن على حراره 180، ما بزودش اكتر من كده، 180 علشان على الشبكه في النص يبقى الخليط ممتاز. هناخد بقى دلوقتي القالب ده ونروح كده عند الفرن، هحطه، هقلل الحراره طبعا 180، بدخله هنا، وهياخد حوالي من 25 ل 35 دقيقة. خلوا بالكم الخليط ده تقيل، فالتقيل دايما ما بياخدش وقت زي الخليط الخفيف. دي أول حاجة، خليط الكيك الخفيف بياخد وقت أطول شوية وحرارة أهدى. بالنسبة بقى للخليط ده إن شاء الله من 25 ل 35، هقطع لكم حتة وتشوفوها. خليني بس الأول آخد الطبق الحلو ده، أحط عليه البايركس الجميل ده ونقدمه هناك، ونقدم شوية الرز كمان اللي باقيين معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. ده وناخد بقى شوية رز ممكن نقدمهم في القالب الحلو ده. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا أم محمود. يا أهلا وسهلا. صباح الفل. صباح الفل عليك يا أم محمود. وحشتني يا شيف يا جميل. الله يسعد قلبك، ما تشوفيش وحش. ما شفتش امبارح خالص يا حبيبتي، كان في ماتش بقى، ما احنا كلنا كنا قاعدين عشان الماتش. ربنا يسعدك يا رب. امين يا رب العالمين يا حبيبه قلبي، تسلمي لي. طلعه جميله، الله يسعدك يا رب. نعملها اعمليها بقى وقولي لي رايك. انا طالبه منك بقى طلب، ولادي مش عارفه اكلهم السمك، قولي لي حاجه نعمل لهم. نبدا بكفته السمك، عشان الكفته دي هتبقى جميله وهيتخدعوا فيها الاول. اه ما اعرفش ليه ما بيحبوش السمك، حتى جبت الاخر خالص اللي هو الفيليه ده. اه جبت الفيليه مقلي بس. طيب نعمل لهم كام وصفه حلوه كده ان شاء الله تعجبهم، بتوابل جميله بحاجات ظريفه كده. عينيا الاثنين ليك يا ام محمود. السمك بس، الله يسعدك. من عيني يا رب ابقى سبب ليهم يحبوا السمك يا حبيبتي. الله يسعدك يا رب. تسلمي لي. ادينا كده ويزودك تقوى وايمان وجمال وكل حاجه حلوه يا رب. امين يا روح قلبي، ما تحرمش منك ابدا. والله وانا كمان يا حبيبتي بحبك والله، كفايه محبتك دي على راسي حبيبتي. الله يسعدك. شكرا يا ام محمود، تسلمي لي. ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب. بصوا بقى الرز جميل ازاي.
ما فرقش كتير عن الحبه وحبه، بس طعم لسان عصفور والله جميل. جربوه كده حضراتكم قولوا لي. انا بس عايزه ايه، هنتكلم بقى عن الحاجات الحلوه اللي احنا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. ده 5 دقايق هنشيل بس، نرفع ده كده من على النار، وبعدين هننزل تاني المقادير وافتح لكم واقطع لكم قطعه كده من الكيك حضراتكم تشوفوها. الكيك جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي القالب، قالب الرز. يا رب ينول اعجاب حضراتكم. طبعا مع البطاطس الحلوه دي اكل جميله مع طبق سلطه مهم. باكد على حضراتكم الخضروات، الحاجات اللي تزود المناعه، اللي احنا غالبا بطلنا نحطها في السلطه، الجرجير، البقدونس، الفجل، الفجل الاحمر والابيض. مهم قوي ان احنا نحط خضره يعني ورقيه. في ناس على فكره ما بتلاقيش الجرجير، بتحط ساعات السلق، بتقطعه رفيع قوي وما بيبانش. المهم ما نكترش بس هيتاكل. طيب تعالوا بقى ايه، نروح نودي الرز هنا ونقطع كده قطعه ان شاء الله من الكيك. بسم الله. الكيك ده يعني بصوا يا جماعه، بصوا بقى، ده جوز، ده عين جمل اللي جوه ده، هتلاقوه عين جمل. يا رب يعني تعجبكم الكيك وتاكلوها وتتبسطوا بيها، والولاد كمان قطعه من الكيك دي معاهم تديهم باور في اول اليوم، ومفيده ليهم جدا، ياخدوا حاجات طبيعيه من البيت. هننزل المقادير مره ثانيه عشان اصدقائنا اللي كانوا لسه منضمين للحلقه وما عرفوش احنا عملنا ايه النهارده. احنا عملنا طاجن بطاطس المحشيه لحمه مفرومه. هنزل المقادير ونقولها تاني. البطاطس اللي نقيناها مش بطاطس تحمير، وهي بطاطس طبيخ للاكل، ونقيناها وسط كده وقشرناها وقورناها قدام حضراتكم. اديتها بس تحميره كده في الزيت، حاجه خفيفه قوي، وممكن رشه زيت في الفرن. وبعدين عملت ليها العصاج، عباره عن لحمه مفرومه، ملح وفلفل، بهارات من اللحمه، بصل مفروم وفلفل رومي متقطع مكعبات صغيره، مكعب مرق لو حابين، كزبره جافه وقرفه حسب الرغبه، وجزر مبشور. قلبت كل الحاجات دي الجميله دي، وبعدين سبتها تبرد وحشيت البطاطس. وبعدين عملت الصلصه اللي هي ثوم مفروم، عصير طماطم مضروبه في الخلاط طبيعيه ومتصفيه، عملت ملح وفلفل، رشه كمون، رشه جوز الطيب، مكعب مرق حسب الرغبه. وسبتها لما صلصلت شويه كده غليت مع بعض على نايف ني، ورحت صبها على البطاطس بتاعتي. وطبعا الحشو بتاع البطاطس ما سبتوش، انا اديته تشويحه ورحت حطاه تحت في الطاجن عشان ارص عليه البطاطس. دخلت الفرن، خدت لها حوالي 25 دقيقه كده، زي ما حضراتكم شايفين شكلها جميل. تاكلوها بالف هنا وشفا. عملنا جنبها شويه رز بلسان عصفور، دلوقتي مخرجنا هيستعرضه، بسيط وجميل. حطينا تقريبا شويه زيت مع معلقه زبده او سمنه بلدي زي ما تحبوا، كوبايه الا ربع من لسان عصفور، 3 كوبايات رز، ملح وميه. وطبعا كل كوبايه رز جافه، يعني انا ما غسلتوش، هو حاطط لها كوبايه ميه مغليه او مرق مغليه. تقدروا تطعموه بفصين حبهان، تقدروا تطعموه بمستكه، بورقه لورا، باللي يريح حضراتكم. وادي الرز. هنبدا بقى نتكلم عن الكيك اللي بالتمر. والكيك اللي بالتمر ده من الجمال ان احنا نستغل الايه، البلح اللي عندنا لو احنا شايفينه مثلا في الثلاجه بقاله شويه، نقدر نستغل الفواكه المجففه لو يعني حسينا نقطع منها صغير وندخلها في كيكات تفيد الولاد. عملت كوبايه من التمر، ايا كان بريمي ناشف او طري او فصصته او متقطع بيوري زي ما انا عملته كده مطحون، حطيت عليه كوبايه ميه، تقدروا توصلوا بالخليط ده لحد 2.5 كوبايات ميه. وحطيت السكر والبيض في الخلاط ومعاهم الفانيليا، ضربتهم مع بعض، وبعدين حطيت الزبده ضربتهم مع بعض. وبعدين كان الخليط بتاعي بدا يغلي على النار من اللي هو بتاع الميه والتمر. اول ما غلي حطيت البيكربونات الصودا، فار قلبته مع بعض وسبته يهدى شويه. خدت الخليط ده ضفته على البيض والحاجات، ضربتهم كلهم في الخلاط مع بعض. كنت خلطت هنا مع الدقيق المكونات بتاعته اللي هي رشه القرفه، رشه جوز الطيب، الحبهان، الزعفران، وقفلت، ورشه الملح طبعا، والبيكنج باودر. قفلت كل ده وخلطت عليه الخليط بتاع الخلاط عليه، وقلبت كويس، ودهنت القالب بتاعي ودخلته الفرن على حراره 180 على الشبكه في نص، طلع زي ما حضراتكم شفتوه. اسمحوا لنا ناخد تليفون معانا. اهلا وسهلا منال. اهلا مدام منال، ازيك يا حبيبتي؟ ازاي حضرتك، عامله ايه؟
انا قلت الحقك على اخر حاجه يا والله. حبيبتي ده شرف ليا والله، حظي جميل. معلش انا ما شفتش الحلقه من الاول بس شفت الكيكه. يا حبيبتي تسلمي والله، احنا بس بنحب نسمع صوتك في الاول. حبيبه قلبي، حبيبه قلبي، تسلم ايدك مقدما، وكل سنه وانت طيبه. انت طيبه. والف مبروك للنادي الاهلي على ماتش الاهلي. الله يبارك فيكي، تسلمي لي. مبروك لكل الاهلاويه بجد والله. حبيبه قلبي منوره انت النهارده كده بالاحمر. حبيبتي ما انا قلت اقول لكم مبروك بقى بالاحمر. لابسه احمريكه احمر البيضه كده منوره كده. حبيبه قلبي انت عسل بكل الالوان. الله يسعدك مدام منال، شكرا ليكي، ما تغيبيش علينا بقى. حاضر يا قلبي. ماشي يا حبيبة قلبي، ربنا يسعد أوقاتك كلها، شكرا ليكي مدام منال، ميرسي إن أنا سمعت صوتك. طبعا دلوقتي بقى هنستسمع حضراتكم، هنستعد ونطلع استراحة ونستقبل مع بعض الفقرة الطبية. هيبقى معانا إن شاء الله في الفقرة اللي جاية دكتور مي. هنشوف مع بعض بعد الاستراحة موضوع مهم حضراتكم كنتوا طلبتوا نتكلم فيه وأسئلة خاصة بيكم إن شاء الله بعد الاستراحة، في انتظار حضراتكم.